سمع عمر بن عبد العزيز امرأته مرة تقول أراحنا الله منك، فقال آمين. وهذا أشد ما يكون الغربة، هذا أشد ما يكون فيه الغربة، حينما ينكر الرجل أهله وولده ينكرون حاله ولا يجد منهم على الحق معينا، بل يجد منهم المستثقل له. فهذا الرجل الآن سمع زوجته وهو خليفة، عمر بن عبد العزيز، سمعها تقول أراحنا الله منك، قال آمين. فاطمة بنت عبد الملك، وذلك لأنه رضي الله عنه كان على الطريقة الكاملة، على السنة بمعناها الكامل الذي سمعتموه قبل قليل عن فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه، حينما كان يؤاخذ نفسه ويحاسبها رضي الله عنه، يحاسبها في الحلال والحرام ويجاهدها في السنة ومحاربة البدع وأهلها. قد كان يناظر أهل البدع كما حصل منه مع الخوارج، وكما حصل منه مع القدرية، وكتابه في مناظرته للقدر معروف، وكتابته في رده على القدرية معروف في سنن أبي داود من رواية أبي بكر بن داسة عن أبي داود رحمه الله تعالى في رده على المنكر للقدر. فقد كان مجاهدا رحمه الله تعالى لأهل الأهواء والبدع ولأهل الشهوات من أمراء بني أمية، من أهله، من بني عمومته، فقد نزع منهم المظالم وردها إلى أصحابها وتحرى الحلال، وكان خليفة لكنه كأحد الناس لا يأخذ إلا ما يقوته رضي الله عنه. فثقل ذلك على أولاده، يريدون أن يعيشوا عيشة الملوك، عيشة البذخ في هذه الحياة الدنيا، وهو يريد أن يعيش عيشة ملوك الآخرة، فلا يأخذ إلا ما له وما يحل له أخذه، فشق ذلك عليهم. فوصل الأمر إلى درجة أن زوجته سمعها ذات يوم، ما كانت كأنها تريد والله أعلم، لكنه سمع ويتقول أراحنا الله منك، فقال آمين. يعني كما أنتم تطلبون الراحة مني، أنا أرى راحتكم مني راحة لي منكم. فإذا وصل المرء إلى هذه الدرجة فما بقي له في الحياة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا موجود الآن، بعض النساء وبعض الأولاد مع آبائهم ممن قل توفيق الله لهم، أنت متعصب، أنت متشدد، أنت متحجر، أنت من العصر الحجري، أنت ضيقت علينا، أنت ما تفعل الناس هذا للمشايخ، هذا هم يطلعون في التلفزيون، وانظر إلى أحوالهم، وانظر إلى بيوتهم هؤلاء، وأنت ما عندك إلا هذا حرام، هذا حرام. هذا موجود، موجود، ويعرفه كثير منكم، لكن هؤلاء إنما نظروا إلى الدنيا، هم أقرب الناس إليك وأعرفوا الناس بك، ما يريدون إلا الدنيا، ما ينظرون إلى ما أنت تنظر إليه، ولا يخطر ببالهم، ما يخطر ببالك، فلذلك استثقلوك. فإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه آمين، أراحكم الله مني وأستريح أيضا أنا. هذا موجود، موجود في كثير من الأسر والناس، كما قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. ويقول جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ومع ذلك أمر بالصبر، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذه فتنة عظيمة، غربة صاحب السنة إذا وصلت إلى غربته في أهل بيته فهي والله المصيبة عظيمة، لا تجد الأنصار لك حتى في أهل بيتك، تجد المحارب لك من أهلك وزوجك وولدك، هذه مصيبة عظيمة. فعليك أن تدرع بالصبر وأن تدعو الله جل وعلا بالثبات، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن ينور بصائرنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.